السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع آخر اللي هو الستاندرد لايبرري بالبايثون. بايثون عنده مجموعة مكاتب قياسية ستاندرد لب، تمام؟ مجموعة مكاتب قياسية موجودة من ضمن البايثون، ممكن انه انت تعمل لها امبورت وتستخدمها بالطريقة اللي انت يعجبك، تمام؟ هذه مجموعة من المكاتب القياسية اللي موجودة فيها، ممكن لو أنت تستخدمها. هذه المكاتب تم كتابتها بالبايثون ليسهل عليك عمل معين. على سبيل المثال، إذا أجينا فكرنا ب مثلا من المكاتب القياسية، طبعا المكاتب القياسية لازم تعمل لها import، يعني import مثلا الـ OS. أوكي، لاحظ هذا operating بالنسبة لي الـ operating system. نجي نعمل مثلا my dir، متغير يساوي لك، لاحظ os dot، في مجموعة عندك من ال خلينا نقول ال functions على variable، تمام؟ إذا أجينا قلنا مثلا os get، لاحظ working directory، فلما نجي نعمل هنا print ل my working directory راح يطلع لك المسار اللي احنا بدنا نشتغل عليه: home محمد pycharm projects pytest. هذا مكتبة جاهزة، يعني بدل ما اني اصنعها هي اصلا موجودة، وهو اصلا دي يوفر لي هذا الشيء، تمام؟ ممكن انه مثلا على سبيل المثال اجي اعمل make directory، مثلا اعمل لي directory os.mkdir mkdir. mkdir يحتاج من عندك المسار والمود، طبعا ما نحتاج نذكر المود، ممكن نذكر المسار فقط. اذا جينا كتبنا مثلا فقط new folder على سبيل المثال، وجيت عملت هنا مثلا run، لاحظ صار عندك folder جديد اسمه new folder. طبعا غلط، هو الفولدر لازم مفروض يكون folder، تمام؟ فلو عملت run راح يعمل لك folder اخر، لاحظ عملك فولدر آخر. في عندك مكاتب، هذه المكاتب تعتبر مكاتب قياسية، ممكن تعمل مثلا rename my folder مثلا، فتشي غلط folder يساوي os dot rename، عندك remove، عندك لاحظ هذا اللي هو rename، ما هو الاسم كان هذا، فأجي أقول له أنه قم بتعديل من new folder اللي هذا خطأ كان اسمه، إلى أعطي له اسم آخر مثلا محمد. أعمل هنا run ops هذا الفايل exist os rename هذا ايرور بسبب هذا، لان هذا اصلا موجود هذا الدايركتوري، تمام؟ اسف، تمام. لاحظ الان اصبح اسمه محمد. الايرور كان بسبب هذا، لان هذا الدايركتوري اصلا موجود، فلذلك كان يعطيني ايرور. لكن الرينيم عادي يشتغل، مثلا محمد ممكن ايضا احوله الى احمد، تمام؟ لاحظ هذا محمد سوف يتحول الى احمد. لو عملت ران لاحظ تحول الى فولدر اسمه احمد. ف عندك كثير مكاتب موجودة أساسية، هذه اللي احنا نسميها بالماجولز. طبعا عندك مكاتب ممكن تستخدمها، هي مكاتب قياسية للبايثون، ممكن مجرد انه تعملها انت import. على سبيل المثال لو عملنا import آخر import، طبعا تستدعي عدد اللي انت تريده من المكاتب. في عندنا اصلا مكتبة اسمها urllib dot مثلا request، هذا بيستخدم للويب مثلا. هنا اذا جينا عملنا my url يساوي urllib dot request dot مثلا شو كان اسمه url open، url open تكتب بيها مثلا الموقع https نقطتين سلاش سلاش مثلا www.facebook.com
gmail.com تمام. تيجي تعمل هنا مثلا print لمن للmy URL هذا think dot I don't think إحنا عندنا dot خلينا نشوف my URL فقط. لو جيت هنا عملت طبعا هذا rename, خلينا نعمل هاشتاج run think. أوكي لاحظ هنا يطلع لك ال HTTP client HTTP request ك object لأن إحنا بدنا نعمل request للheader طبعا. ف بس هنا اتصور احنا عندنا شيء المفروض انه request url open هذا هو ال url اللي احنا نعطيه له اياه. I think اكو شيء اسمه dot read مثلا function, خلينا نجرب. اوكي هذا read function فكرتها انه يقرا لك ال HTML بالكامل للفيسبوك. اوكي اتاخر ليش؟ لان لاحظ هذا كله فيسبوك لحد البادي تاج, يعني قرا لك الصفحه بالكامل تمام. قرا لك اياه بالكامل الصفحه. فهذا ايضا مكتبه قياسيه طبعا ممكن انه انت تستخدمها براحتك. في مكاتب كثيرة حقيقة ممكن استخدامها كمكتبات قياسية. في عندك أيضا قبل أنه أنسى, في عندنا أيضا مكتبة, خلونا نوقف نكمل درس